فاكر يوم المكالمة؟ ما كنتش عارف اني بحكم عليك بالإعدام لما دوست رقم واحد. ده اللي قاله أيوب لأمير في رواية للقتل اضغط واحد. أمير الرئيس بيشتغل موظف خدمة عملاء في شركة اتصالات. في يوم كان بيستقبل مكالمة من عميل اسمه أيوب، وهو بيكلمه سمع صوت صريخ. سأل العميل عن الصوت ده، قال له ده تلفزيون. ما حسش أمير انه التلفزيون، بس يعني ما زودش معاه وقفل. بعدها جاله تليفون من عميل تاني ساكن في نفس المنطقة، والعميل قال له ان المنطقة دي فيها الكهرباء مقطوعة. فاستغرب أمير، لان أيوب قال له ان التلفزيون كان شغال عنده وهو ساكن معاه في نفس المنطقة. ففضوله خلاه يتصل بأيوب تاني، قال يعني بيسأله بقى اخبار الشبكة ايه. واول ما أيوب رد قال له يا فندم هي الكهرباء لسه قطع عندك؟ فأيوب قال له لسه قطع. قال له امال ازاي كان التلفزيون شغال؟ توتر أيوب وقفل الخط بسرعة. يا ترى إيه اللي حصل؟ هو أمير فعلاً سمع صوت حقيقي من عند أيوب، ولا دي كلها كانت أوهام في دماغه؟ أمير مرتاحش للموضوع خالص، وحس إنه ممكن يكون صوت واحدة فعلاً بتستغيث أو بنت مخطوفة. هو كان سأل أيوب عن مكانه في المكالمة علشان كان بيشتكي من الشبكة، وعارف عنوان الفيلا وعارف هي فين بالظبط. الفضول خلاه خلص الشيفت بتاعه وراح على مكان الفيلا. لقى إن الفيلا في حتة مقطوعة ومفيش أي عمار حواليها، فشك أكتر، خصوصاً بعد ما لقى عربية خارجة من الفيلا وبترمي كيس زبالة في الشارع. راح فتح الكيس، لقى فيها حاجة بتخص بنت صغيرة وعليها دم. راح رايح بسرعة لضابط شرطة يعرفه اسمه صالح، كان برضو عميل عنده. صالح قال له انه مفيش دليل على اي حاجة انت بتقولها، وما قدرش ادخل افتش البيت على حاجة انت شاكك فيها عشان سمعتها، بس قال له انه هيعمل تحريات وبعدين يبقى يروح بنفسه. بعد التحريات اللي عملها صالح، طلع ان ايوب راجل عجوز كان عايش في انجلترا فترة طويلة، ولما مراته بولا جالها مرض نفسي خدها ورجع مصر بكل ثروتها. اشترى بيت وعربية وعاش في مصر في الفيلا دي. أمير بقى كان عنده واحد صاحب اسمه كرم، وكمان كان عندهم واحد صاحبهم أندي أجنبي الأصل. وفي مرة أمير حكى لكرم اللي سمعه في المكالمة. كرم قال له إنه هيدخل نفسه في حوارات يعني ملهاش لازمة يعمل كل ده، خاصة يعني إنه مش متأكد من حاجة. بس لما لقاه مصمم إنه يساعد البنت دي اللي هي في دماغه إنها مخطوفة، قال يجرب ويقرر يساعد. وأمير الموضوع كبر في دماغه جداً لدرجة إنه بقى بيحلم بالبنت المخطوفة اللي عند أيوب. وراح لصالح وترجاه وقال له إنه متأكد إن في حاجة هناك ولازم يروحوا يشوفوها. أخدوا صالح وراحوا عند أيوب وقالوا لأيوب إنهم مباحث وعايزين يتكلموا معاه شوية، وفهموه إن في بنت مسؤول كبيرة اتخطفت وهم يعني بيتكلموا مع الناس كلها اللي في المنطقة. مرتاحش أيوب للموضوع، بس ما قدرش يمنعهم الدخول، فدخلهم وقعد يتكلم معاهم وحكى لهم قصص عن نفسه. الفيلا كانت طبيعية جدا وشكلها طبيعي، إلا حيطة واحدة كان شكلها غريب، لأن الوحيدة الحيطة دي هي اللي كانت شكلها معدن. خرجوا من الفيلا وصالح قال لأمير إنه ما حسش بأي حاجة غريب، الراجل شكله طبيعي جدا. وأمير قال له طب والحيطة المعدنية دي شكلها كده أوضة سرية؟ بس صالح قال له بقولك يا أمير اقفل بقى على الموضوع ده وما تزودش في الكلام، احنا مش هنعمل كده تاني. تاني يوم أمير كان قاعد مع كرم صاحبه وبيحكي له اللي حصل امبارح، وبالصدفة سمعهم أندي صاحبه، وأندي عرض عليهم ان هو يساعدهم في الموضوع ده، خاصة ان هو انجليزي الأصل وممكن قوي يعرف يتعامل مع أيوب. واتفقوا ان أندي يروح لأيوب ويعمل نفسه ان هو من شركة سياحة وبيعرض عليه تايم شير، وعرض عليه كمان انه يقضي معاه سهرة. وراح أندي لأيوب وتصاحبه فعلا وفرجوا على الفيلا وعرفوا على بولا، وأندي لاحظ ان الحيطة المعدنية معاها ريموت، فراح سارق الريموت وقال يدي الأمير. لما اداله الريموت أمير قال له اوعى تروح عند أيوب تاني، لانه اكيد عارف ان انت اللي خدت الريموت وساعتها ممكن يقتلك. تاني يوم وهم في الشركة وصل طرد الأمير. أمير فتح الطرد لقى علبة، والعلبة فيها رؤوس لقطط حقيقية مقطوعة وفيها دم. اتفزع أمير ووقع على الأرض من الصدمة، والشركة كلها اتلمت. واتصل أمير بصالح، وجي صالح عشان يحقق في الموضوع. طبعا بعد الصندوق ده اتأكد أمير من إحساسه وإن أيوب هو اللي ورا حكاية الصندوق،
وطلب أمير من صالح أن يروح معاه عند أيوب، خاصة بعد حكاية أندي والريمو. ولكن صالح قال له أوكي، بس المرة دي لو ما لقيتش حاجة عنده هحبسك أنت شخصيا. ما هو مش فضيل، صالح أخد إذن من النيابة بالتفتيش وخد أمير وكلب بوليسي وراحوا رايحين على أيوب. فتشوا البيت حتة حتة، والكلب فضل يهوهو قدام مراية قدام الحيطة المعدنية، وطلب صالح من أيوب أنه يفتح. فتحها ولاقوا قطط عمالة تلعب، بس كانت ريحتها وحشة قوي. قال لهم دي قطط بولا، أنا حاطتهم هنا علشان ما يبهدلوش البيت. وخرجوا من البيت وأمير عارف أنه صالح هيقبض عليه، وحصل. صالح راح حاطط أمير في التخشيب. أيوب بقى جاب اسم أندي، راح كلمه وعزمه على حفلة عنده. وأندي مسمعش كلام أمير وراح لأيوب، واختفى من يومها أندي. تاني يوم حبس أمير، صالح طلعه من التخشيب وقال له لو فتحت الموضوع ده تاني ولا لقيتك بتعمل فيه أي حاجة ملكش دية. وراح كرم صاحب أمير يضمنه وطلعه ومشي. وهم مروحين كرم قال لأمير على اللي حصل لأندي وإنه اختفى ومش لاقيين. راح أمير أصر إنه هيطلع على فيلة أيوب، وكرم حاول يمنعه بس مفيش فايدة. كان خايف جدا على أندي وحاسس إنه أكيد عمل فيه حاجة. وبعد ما كرم حاول كتير مع أمير علشان ما يروحش، اضطر إن هو يوافق في الآخر وراح معاه. استنوا لحد ما أيوب طلع من الفيلا، وأول ما طلع أمير نط بسرعة في الجراج وقال لكرم يتابع الفيلا عشان لو أيوب جه. ودخل أمير الفيلا بعد ما تأكد إن بولا في أوضتها. قرب من المراية وفتح الحيط، وكانت الأوضة ضلمة جدا والقطط متجمعة فوق حاجة متغطية بجرايد. ولما كشفها لقى أندي مقتول، كان متسمر في الأرض بخمسين مسمار. اتصدم جدا وقعد يعيط، وبعدين لقى أوضة تانية جوه الأوضة اللي هو فيها، وفتح الأوضة عشان يدخل. بس قبل ما يدخل لقى أيوب وراه. لف أمير لقى أيوب في وشه، وأيوب قال له إنه قتل أندي علشان ضحك عليه. إنما أنت يا أمير ما قتلتكش علشان أنت كنت واضح من الأول معاه، وإنه بعت له الطرد اللي فيه قطط على المكتب علشان بس يحذره ويبطل الفضول بتاعه، بس مفيش فايدة. قال له فضولك خلاك تمشي ورا الصوت اللي سمعته. وقبل ما أمير يرد كان أيوب ضربه بمسدس مسامير، سمر له دراعه. وقع أمير على الأرض، وأيوب قال له على فكرة البنت اللي بتدور عليها موجودة فعلا، ما هياش تلفزيون، وإن دي حفيدته أنجيلا. خطفها أيوب قبل ما يسافر من أهلها علشان يلاقي حد معاه بعد ما ابنه مات وبولا اتجننت. كرم بقى صاحب أمير كان بره الفيلا، فاكرينه؟ كلم صالح أول ما أمير دخل الفيلا، فلاحقوا صالح على الفيلا قبل ما أيوب يقتله. أول ما ظهر صالح بالسلاح، أيوب ضربه بمسدس المسامير، وقع على الأرض صالح، لكن المسدس بتاع صالح طار في إيد أمير فضربه بالنار ومات. بولا خرجت على صوت الرصاص ولقت انه ايوب مات، وانه صالح وامير الاتنين واقعين بدمهم، فكلمت الاسعاف وجم لحقوهم. وامير رجع شغله وترقى كمان، اما البنت رجعت لاهلها. وفي يوم وهو في شغله جاله طرد ومعاه جواب، قال لا والله ما انا فتحه المره دي، انت لو مكانه هتفتح الطرد ولا ما تفتحوش؟ لو عايزين روايات وقصص اكتر اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.